بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راج رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزور. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلاه. وبعد هذا النظم للمريد بالنون والتنوين والمدود. سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهيد الكمال. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيني. فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي. همز فهاء ثم عين حاء مهمالتان ثم غين خاء. والثاني إذغم بستة أتت فيضمنون عندهم قد ثابتت. لكنها قسمان قسم يضغما به بغنة بين معلما. إلا إذا كنا بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صن ولنتلا. والثاني إذغم بغير غنة في اللام ور ثم كررن. والثالث الإقلاب عند الباء ممن بغنة مع الإخفاء. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها. صف ذاتنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقاضع ظالما. أحكام النور والميم المشدلتين وغن ميما ثم نونا شددا. وسم كلا حرف غنة بدا. أحكام الميم السالمة والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لآلف لينة لذي الحجا. أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء. والثاني إدغام بمثلها أتى وسم إدغما صغيرا يا فتى. والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية. واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. حكم لام أل ولام الفعل. للام الحلال قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي. قبل أربع مع عشرة خذ علمه من أبغ حجك وخف عقيمه. ثنيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي. طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم. دع سوء ظن زر شريفا للكرم. واللام لول سمها قبرية. واللام الأخرى سمها شمسية. وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلن والتقى. في المثلين والمتقاربين والمتجانسين. إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق. وإن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختالفا يلقبا.
متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم إن سكن أوال كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمه بالمثل. أقسام المد. والمد أصلي وفرعي له وسم أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون والآخر الفرعي موقف على سبب كهمز أو سكون مسجلا حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نحيها والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شط وفتح قبل ألف يلتزم واللين منها الياء وواو ساكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا. أحكام للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل ومثل ذا إن عارض السكون وقفا كتعلمون نستعين أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا. أقسام المد أقسام لازم لديهم أربعة وتلك كلمي وحرفي معه كلاهما مخفف مثقل فهذه أربعة تفصل فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع أو في ثلاثي الحروف وجدا والمد وسطه فحرفي بدا كلاهما مثقل إن أدغما مخفف كل إذا لم يدغما واللازم الحرفي أول الصور وجوده وفي ثمان انحصر يجمعها حروف كم عسى النفص وعين ذو وجهين والطلو أخص وما سوى الحرف الثلاث لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف وذاك أيضا في فواتح الصور بلفظ حي طاهر قد انحصر ويجمع الفواتح الأربع عشر صله سحيرا من قطع كذا اشتهر وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي أبياته ند بدا لذ النهى تاريخه بشرى لمن يتقنها ثم الصلاة والسلام آبدا على ختام الأنبياء أحمدا والآل والصحب وكل تابع وكل قارئ وكل سامع.